هل الأسعار انخفضت عن فبراير هنقول مارس 37.3%؟ لما جينا اتكلمنا مع كتير جدا من رؤساء الشعب، انا بسميهم دايما الشهبندرات، فقالوا لنا يا جماعه النزول هيبقى تدريجي على ما يبدو ان الكلام ده فعلا، لانه على سبيل المثال في الاجهزه الكهربائيه بدات تحصل انخفاضات تدريجيه. خليني اخد معانا على التليفون الاستاذ حسن مبروك، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الحال؟ كله كويس؟ الحمد لله. نطمن على الاسعار. والله الاسعار طبعا الفتره اللي فاتت انخفضت نتيجه انت عارف في الازمه وعدم وجود استيراد وعدم وجود مكونات وخامات، العرض كان اقل كتير من الطلب. ماشي. وطبقا لنظريه السوق لما العرض يبقى اكتر من الطلب، سوري العرض اقل من الطلب، الاسعار بتزيد. بس زياده الاسعار دي بتيجي منين؟ بتيجي من بعض التجار اللي هم بيستغلوا الظروف اللي البلد ممكن تبقى فيها. فحصل زيادات في الاسعار وزيادات مبالغ فيها، بالاضافه لحصر الظاهره زي ظاهره السيارات كده، ظاهره الاوفر برايس. ودي كانت من التجار، الصناع ما بيعملوش اوفر برايس، الصناع ما بيزودوش اسعار الا اذا التكلفه زادت عليه. فطبعا دلوقتي بعد الافرازات الجمركيه عن البضائع المكدسه كانت في الجمارك، على الرغم ان كان فيها غرامات تاخير كتيره وتكلفتها زادت، الا ان ابتدى الانتاج يبقى موجود في السوق وابتدت الاجهزه تبقى موجوده عند التجار، فالطلب والعرض ابتدوا يتوازنوا مع بعض، فابتدت انخفاض الاسعار من التجار عشان يقدر يبيع. حلو. ده اللي حصل في الفتره اللي فاتت. هل اقدر اقول انه السعر انخفض عن بدايه مارس اللي فات وحتى هذه اللحظه بمعدل ال 37% اللي انخفض بيهم سعر الدولار؟ لا الدولار؟ لا خالص. ليه بقى؟ لان خلي بال حضرتك انخفاض الدولار، احنا لما ما فيش جهاز كهربائي او منزلي في مصر ما فيهوش نسبه مكون اجنبي، نسبه استيراد طبعا، عشان نسبه الاستيراد دي تبتدي تقل معانا لازم دوره استيراديه كامله. من اول المصنع ما يعمل امر التوريد ويبعث الورق للبنوك يفتح اعتمادات ويروح للمصنع الاجنبي عشان يبعث لي حاجاتي وتيجي الجمارك هنا وابتدي اخلص عليها، محتاجين شويه حاجات ووقت. الوقت ده الدوره دي حوالي متوسط 3 شهور. طبقا ليه انا جايب من الصين ولا جايب من اوروبا او كده، لكن احنا في متوسط 3 شهور. فالكلام ده لسه هيبتدي يسمع. طب هل ده اصلا انخفاض في الاسعار؟ اكيد، لان التكلفه هتتاثر على الصنع، فبالتالي هتنخفض الاسعار بنسب متفاوته من صنع لصنع طبقا ان هو بيجي منين. طيب ما ده برضو خليني اسال سؤال حسن بيه. اتفضل. متعلق بانه طالما الدوره 3 شهور تقريبا، هو حلو ليه لما الدولار سعره نط بقى 75 الاسعار اتحركت في نفس ذات اللحظه، ما انتظرتش 3 شهور ولا حاجه ولا انتظرت يوم؟ في نفس اللحظه. يسأل التجار يا فندم، التاجر بيبقى عنده البضاعه، انت عارف ان ده بيحصل في مصر. أيوة. مره حضرتك عارف الرف في السوبر ماركت يبقى عليه نفس الصنف بس جاي بضاعه قديمه بسبب السعر القديم والجديد بيعوض السعر الجديد، عارف كده كويس. احنا عندنا مجرد نشم خبر، مش السعر يزيد، نشم خبر ان الدولار زاد بنزود البضاعه الموجوده عند التاجر في المكان. بيعملوا فينا كده. وده مش صح، ده مش صح. مش ده يؤدي لركود يعني في النهايه؟ ما انا عندي قدره شرائيه. وبالفعل يا استاذ يوسف بالفعل دلوقتي في ركود. يعني انا ببقى عندي قدره شرائيه معينه والتاجر اكيد سيد العارفين فاهم القدره الشرائيه بتاعت المواطن قد ايه، كده الحاجه هتتركن عنده فهيستفيد ايه؟ هو حسبها غلط. هو حسب ازاي؟ زي الذهب ما كان بيحسب. هو الراجل حسب ان هو بيشغل في 2 كيلو ذهب، فهيشتري ال 2 كيلو دول بكام؟ فسعر اللي عنده عشان على السعر الجديد عشان يقدر يجيب ال 2 كيلو عشان راس المال بضاعه. انا عندي 100 ثلاجه بشتغل فيهم ومتوقع، هو توقع السعر يزيد، فهيشتري ال 100 ثلاجه دول بسعر اعلى فباع اللي عنده بالسعر الاعلى عشان يقدر يجيب نفس ال 100 ثلاجه. نفس النظريه. من المنطلق ده حسن بتتوقع انه الاسعار تبدا تهدى تاني اكتر من كده مع دخول الحاجات اللي في المواني، استقرار سعر الصرف الى اخره؟
اكيد اكيد، بس في شويه شروط، مش شروط، شويه طلبات. حلو. اولا سعر الصرف يستقر ان شاء الله، يستقر لفتره طويله. الحاجه الثانيه، البنوك تسرع في فتح الاعتمادات للصناع عشان نقدر نجيب الخامات والمكونات المستورده لغايه ما نبتدي ان شاء الله نوطن الصناعات دي في مصر، واحنا في طريقنا لتوطين الصناعه دي، وان شاء الله مع الوقت مش هنحتاج نستورد حاجه من بره، وده هياثر بالايجاب على موضوع الاسعار لصالح المستهلك. طيب. الحاجه الثالثه، لما الحاجه تيجي المواني لازم بسرعه، لان انت عارف المواني احنا بندفع حاجتين، بندفع للشحن للشركات الاجنبيه الشاحنه، وبندفع جمارك وارضيات. صح. انا لازم بسرعه نحرك الموضوع عشان ما نضطرش ندفع الكلام ده بغرامات وارضيات والكلام ده كله، ففي الاخر التكلفه على الصانع تزيد، فالسعر ما يتاثرش بالكلام اللي احنا متوقعينه. صحيح 100%. انا بشكرك جدا 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 استاذ حسن مبروك، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه باتحاد الصناعات.